احنا في مستشفى شهداء الاقصى في مدينه دير البلح، مستشفى يغطي المحافظه الوسطى كامله. ثلاجات الموتى في المستشفى صغيره وضيقه، لم تستوعب هذه الاعداد الكبيره من الوفيات والشهداء. اضطرت اداره مستشفى الاقصى الى احضار ثلاجات الغذاء من مصانع العوده ومصانع الغذاء لكي يحفظوا فيها جثث الشهداء. ثلاجات الموتى في المستشفى انهارت، لم تستوعب، ثلاجات قديمه غير كفايتها غير كافيه وجودتها ضعيفه، فاضطرت المستشفى لاحضار ثلاجات التي تبريدها عالي لكي يتم حفظ الجثث فيها. الوضع مزري جدا، واداره المستشفى في حاله انهيار. الخدمات الصحيه، خدمات حفظ الجثث، خدمات الموتى كلها ضعيفه. المستشفى تحتاج الى اسناد والى معونات.